مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. اليوم معي واحد السيدة عندها واحد قصة مؤلمة بزاف. كانت مزوجة، الزوج ديالها مشى للامارات على اساس باش غيصاوب الوراق، حتى طلقها. بقات هي واحلة في المسؤولية ديال 5 ديال الوليدات، ما عندهاش، الظروف صعيبة بزاف، كدير الدياليز كارية بواحد المبلغ مالي اللي هو ما بقاتش قادة عليه. دابا مولات الكرا بغات تجري عليها، ما عندها فين تمشي هي و 5 ديال الوليدات، حتى الوليدات ما بقاتش قادة على مسؤوليتهم، كيمشيو غير عند الجدة ديالهم، هي كيجيو عندها غير بالليل. عندها غير هاد البيت هذا كيف ما كتشوفوا، نحاول نوريكم، هذا هو البيت ديالها. ودابا مولات الكرا بغات تخرج، ولكن حنا غنعرفوا المعاناة. شو اسمك؟ الله. سميتي أمينة عثمان. أمينة، عاودي لي القصة ديالك من الأول، من طلقتي من الزوج؟ هي مريضة كتعاني بالسكر وداك الشيء، خرجت أنايا، كريت أنا ولادي نيت هنا، كريت بيت مع الجيران ب 12000 ريال، بقيت كارية فيه، خدامة، كنت خدامة في المدينة في قهوة، كنسربي سرباية، كندير داك الشيء ديال التربية، خدامة بخير وعلى خير، تا تفاجأت بهاد المرض هذا، مني مرض دابا عام باش مرضت، كنسواني بخير وعلى خير. دابا شي 3 سيمانات مشيت درت تحاليل، قالت لي صافي وصلتي، ما بقيتش كنقدر نقاوم، قالت لي وصلتي للدياليز. بحال صرفقاتني، ما ملي جيت للدار شهر وانا جالسه، رجلي تنفخو بزاف، ما بقيت كنقدر لا نزيد لا والو. جيت خلصت الكرا، شهر ما خلصتوش، غير شهر تجي عندي مولا الدار، قالت لي هاد الشهر جابت لي الام ديالها، قالت لي خاصكم تخرجوا باغا الدار ديالي غتخويو ليا، قالت لي ما يمكنش ليا انا، انت قالت لي ملي وحاليا هنا مريضه انا، قالت لي شنو غناكل ونشرب انا وولادي، وهي راه مسك عليها الله، وانا فين، انا براسي فين غنمشي انا وولادي، انا كنت كنخلصك عام ونص وانا كنخلصها، كنت بخير كنخلصها قبل من الشهر، والله شاهد عليا قبل ما يوصل الشهر كنعطيها كراها. دابا انا اللي كنعاني منه دابا، كنشوف راسي انا دابا انا خاص اللي يعاوني، انا دابا عندي جوج حصات في السيمانه. شحال الحصه؟ الحصه 14000 ريال. الحصه يلا درت وحده، يلا استطعت باش ندير وحده، ودابا خاصني نهار الجمعه ندير وحده، والثلاث ندير وحده، كل سيمانه عندي جوج، ما عنديش، الله اللي مطالع بالحاله ديالي انا براسي دابا، ما كذبش عليك، ما دابا حاليا دابا حتى واحد ما كيصرف الا الله، دابا انا بيدي انا جالسه، انا بيدي ما لاقياش ما ناكل، ولادي كنصيفطهم عند ناسي، كنصيفطهم ياكلوا تما وكلشي تما كاين، واحد لوسي هو اللي الصراحه الله يجازيه بخير، من هذا المنبر كنقول ليه الله يسهل عليك والله ييسر ليك، وعدو سيتي الله يطول لها الله في العمر والله يعطيها صحيحتها. هذوك الناس كاين شي تواصل بينك وبين الزوج ديالك؟ كاين تواصل. ما كيصرفش على ولادك؟ لا ما عندوش، ما زعما انا حاسه بحال بانكم طلقتوا حبيا. طلقنا حبيا ودابا حاليا انا كنتواصل بيه، حتى هو الدرجه ديالو ربي اللي كيعلم الصراحه، زعما كون كان حتى هو، حيت انا كنحس حتى هو البارح عاد دوا معايا قال لي زعما كون كان عندي ما غنخليكمش طايحين في هذا المشكل. انا دابا اقسم بالله والله شاهد عليا، هاد الصباح اللي كنهضر معاك فيه باقا ما فطرتش، باقا الفطور ما فطرتوش، ما لاقيش والو، ما لاقيش اللي دخل عليا حتى خبزه، ما لاقيش اللي دخل عليا. ما حاولتيش انك تجري معاها حبيا بلاتي؟ دارت معاها، جات لي الام ديالها، دويت معاها، قلت لها الله يرحم لك الوالدين، صبري عليا غير تنوقف على رجليا، انا ما كيسحبليش الدياليز كيبقى يدار طول العمر، انا يلا درت واحد لاباري هنايا، يلا درت واحد لاباري هنايا درتها ب 90000 ريال. اه 90000 ريال اللي باش درتها، وغير الناس اللي عاونوني باش درتها، ما ها نقدر نوريك الوراق، غير الناس اللي ساعدوني باش درتها، زعما واصله لواحد المرحله. انا كنطلب من المحسنين وكنطلب من خوتي يتعاونوا معايا في هذه الحصه، في الحصات باش ندير الدياليز، حيت انا 14000 ريال الحصه. دابا درتي بلا حصه وحده؟ يلا درت حصه ودابا ما عنديش. شحال خاصك ديري من حصه في الشهر؟ خاصني جوج مرات في السيمانه، ضربي لها الشهر ما عرفتش. جوج مرات في السيمانه؟ اللي خصني ندير هي 28000 ريال.
حول ولا قوه. شنو الرساله اختي اللي تبغي توجه لمحسن قرب الرحمه اللي كيشوف فيك؟ انا كنبغي نقول لخوتي ربي اللي عالم تقصدكم. انا كنبغي نقول لهم ربي بقيت كنخاف زعما كنقول المجتمع يشوفني ولا انا كنت كنخدم وكنت كنقاوم وكنقول كندير على قبل ولادي اي حاجه واني دابا ربي اللي عالم كنطلب من المحسنين يعاونوني على باش ندير الدياليز وباش ما نتشردش انا ولادي. هادشي اللي كنطلب منكم حيت انا من غدا ولا مولا الدار مجريه عليا الزنقه ما عنديش فين نمشي. الله يجازيكم بخير شوفوا فيا وحنوا فيا بقلب الرحمه راني اختكم انا ما عندي حتى شي واحد من غيركم ومن غير الله. عطيني رقم تليفون 06 01 40 91 77 77 كنتمنى للمحسنين من قلب الرحمه انهم يتعاونوا معك. الرقم ديال السيده هو 0601 40 91 77. غنعاود الرقم 0601 عندي الدواء تا هو وانا ما لقيتش باش نشري. كنتمنى من المحسنين من قلب الرحمه انهم يتعاونوا معك ويشوفوا بعين الرحمه وهذا الفيديو يتبارطاجا اكثر واكثر ونداء الناس او رساله. الله يجازيكم بخير. كنتمنى الناس اللي غتاخذ الرقم باش تفلا ولا باش كيف ما كنقولوا بالمغربيه تمرقل يعني بهذا الشيء كنقول لها احسن انها ما تعيط ما اللي قدر انه يعاونها بشي بركه واش مقسم الله مرحبا. اللي ما قدرش انه يعاونها دعوه ديال الخير يمكن تقدر توصلها. مشاهدينا وصلنا الى نهايه البث المباشر ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.